السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فني وحس. ومعاكم مع صبري. النهاردة هنعمل الوحدة السهلة جدا دي. عملتها لكم قبل كده كوحدة صيفية، بس النهاردة في بنات طلبت مني أعملها شتوية، فغيرت شوية حاجات بسيطة علشان تقدر تبقى شتوية. والغرزة دي هتلاقوها موجودة على القناة، ده بخيط إيزاديفا وده بخيط شتوي. طبعا شوفوا الفرق قد ايه، ياه قدها تقريبا 4 مرات ولا مرتين. بص الفرق، دي نفس الخطوات، مع العلم ان هنا في حاجات منقصاها عن هنا كمان. ف الفرق، شوفوا فرق سماكة الخيط اللي انا بقول لكم عليه على طول، وهنبتدي بسم الله. قبل ما ابتدي والخيط، يعني برضه هقول لك على نوع الخيط، بس ايه، بصي سمكه اهو حوالي 2 ملي، شايفه فاهمه قصدي اهو، عشان تعرفي سمك الخيط بتاعك زي بتاعي ولا لا. اوكي، ده خيط بتاع كارما متوسط السمك مش الرفيع، او ممكن تستخدمي بيركم او اليزا بيركم، او تستخدمي اس جي متوسط السمك، او ممكن تستخدمي هيمالايا بينو. هنعمل عقد البداية، هستخدم ابرة رقم 4. اوكي، باينة ولا مش باينة؟ صح، ايه، هنعمل 8 سلسلة. هنعمل عقدة بداية، هنلف الخيط كده. بصي هعمل ازاي اهو، همسك دي كده، دخل الابرة هنا واخد دي واسحبها كده. اوكي، لو انت مبتدئة معايا، انا عاملة سلسلة لتعليم الكروشيه من البداية خالص، من بداية مسك الابرة والسلسلة والعمود وهكذا، هتلاقي في صندوق الوصف تحت الفيديو. هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي، سطر رقم 1 هنقفل، هندخل في اول سلسلة انا عملتها. وهناخد لفة نقفل كده. اوكي، هنعمل 1، سوري، هناخد سلسلة واحدة وهدخل في نفس الحلقة وهاخد لفة واطلع واعمل حشو، هدخل واخد لفة واطلع لفة واعمل حشو، هدخل واخد لفة واطلع واخد لفة واعمل حشو. لو انتي بتتلخبطي عدي كده، احنا عاملين 3 حشو. اوكي، عادي وانت بتعملي 1، ناخد لفة نطلع نعمل حشو. اوكي، هنعمل حشو في الدايرة لغاية ما يبقوا 16 حشو. اوكي، هندخل كده واقعد اعمل حشو لغاية ما يبقوا 16، خلص 16 حشو وارجع لكم. 16 حشو، هدخل في اول حشو انا عملتها واخد لفة واقفل بمنزلقة كده. انا خلصت اول سطر، نيجي لتاني سطر رقم 2، هعمل 1 2 3 4 5 6 سلسلة وهاخد لفة، هسيب الحشو اللي بعديها وفوق الحشو التانية هدخل، اهي باينة عشان تشوفوا كويس، هسيب افوت الحشو اللي بعديها دي وهدخل في التانية. اوكي، واخد لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، عملت عمود. هعمل 1 2 3 سلسلة، اخد لفة هفوت حشو وادخل في الحشو اللي بعديها، اخد لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، هعمل 1 2 3 سلسلة واخد لفة، هسيب الفراغ اللي بعد الحشو اللي بعديها وفوق الحشو التاني هعمل عمود، وهكذا لغاية ما اخلص الدايرة. هعمل 1 2 3 سلسلة، هاخد لفة هفوت الحشو التانية وهخش في اللي بعديها، يبقى بعمل مرة حشو بسيبها وحشو بعمل فوقيها عمود، وهكذا لغاية ما اخلص السطر. خلصت السطر، بص بقى هنعد هنا عندي اهو
اول عمود، تاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، التامن. هعمل 1 2 3 سلسلة وهعد من هنا. انا عندي 6 سلسلة في الاول، هعد من تحت 1 2، في رقم 3 هدخل واخد اعمل منزلقة. اوكي، هنعمل السطر اللي بعديه 3 منزلقة جوه الفراغ. هدخل جوه الفراغ ده واخد لفة واطلع من الحلقة اللي قدامي. هعمل 1 2 3 سلسلة بدل اول عمود. هاخد لفة وجوه الفراغ ده هعمل 4 أعمدة مع ده، يعني ده واحد اهو كده اول عمود، هعمل 4 أعمدة. ادي 1 2 3 4، كده المجموع بتاعهم 1 2 3 4 5 أعمدة. اوكي، هعمل 2 سلسلة، ادي 1 2، هاخد لفة في الفراغ اللي بعده هعمل 5 أعمدة، ادي 1 2 2 3 4 5. هي بتفلت مني عشان انا واخده الخيط من بره، المفروض انا على طول باخد الخيط من جوه، من بره بكره يعني. هعمل 2 سلسلة، هاخد لفة وفي الفراغ اللي بعديها هعمل 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5. 2 سلسلة، 1 2، وهعمل في الفراغ اللي بعده 5 أعمدة، ادي 1 2 3 4 5، وهكذا لغاية آخر السطر. آخر السطر هعمل 2 سلسلة، 1 2. هنا عندي 3 سلاسل، هشبك في أول سلسلة من فوق اللي هي بدل أول عمود، واخد لفة واطلع كده منزلقة. هعمل 1 2 3 سلسلة بدل أول عمود، السطر الرابع. هاخد لفة وهعمل عمود فوق كل عمود من الأربعة دول، ادي عمود، 2، فوق كل عمود عمود، 3 4. اوكي، كده عمود فوق كل عمود. في الفراغ اللي هو مكون من 2 سلسلة هعمل عمود، 1 2 3 سلسلة، هاخد لفة وفي نفس الفراغ هعمل 3، هنعمل عمود، هاخد لفة 5 أعمدة فوق ال5 أعمدة دول، ادي عمود، 2 3 4 5. ها في الفراغ ده هعمل عمود، 2 3 سلسلة، وهعمل عمود في نفس الفراغ، وهكمل بنفس الطريقة. هعمل عمود فوق كل 5 أعمدة، عمود فوق كل عمود، وفي الفراغ هعمل عمود 3 سلسلة عمود، ادي عمود، 2 3 4 5. في الفراغ ده هعمل عمود، 1 2 3 سلسلة، هعمل عمود في نفس الفراغ، واكمل اخر السطر. اخر السطر هعمل في الفراغ، اخر فراغ ده هعمل عمود، 1 2 3 سلسلة، وعمود في نفس الفراغ، هقفل في تالت سلسلة من تحت، 1 2 3، او الاولى من فوق، عشان ساعات بقول الاولى وساعات بقول التالتة من تحت، بغرزة منزلقة. وكده خلص السطر الرابع. رقم 5 هنعمل 1 2
تلاتة سلسلة بدل أول عمود، هناخد لفة، هندخل فوق العمود اللي بعده وناخد لفة ونطلع لفة ونقفل قفلة واحدة بس ونسيب الحلقة التانية على الإبرة. هناخد لفة وندخل فوق العمود اللي بعده لفة ونطلع لفة ونطلع من حلقتين لفة ونسيب التالتة على الإبرة. هناخد لفة وندخل فوق العمود اللي بعده لفة ونطلع لفة ونطلع من حلقتين ونسيب التالتة على الإبرة. هناخد لفة وندخل فوق العمود اللي بعده لفة ونطلع لفة ونطلع من حلقتين ونسيب التالتة على الإبرة. عندك كده احنا عملنا الكلام ده 4 مرات، انت كده عندك 2 4 5 حلقات على الإبرة. هنسيب أول عمود ده ملناش دعوة بيه، هناخد دول كلهم ونقفل. وضحت؟ دول اسمهم 5 عواميد مجمعين من أعلى. اوكي، هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. في الفراغ اللي بعديها على طول اللي هما كان الدور اللي فات ده هعمل غرزة حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 واخد لفة. اول عمود ده هسيبه، هشتغل من تاني عمود، هاخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعده واخد لفة واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعده لفة واطلع لفة واحدة، هدخل لفة فوق العمود اللي بعده واخد لفة واطلع لفة واقفل قفلة واحدة. اول عمود بنسيبه واخر عمود بنسيبه. معايا على الإبرة 6 حلقات، هنقفلهم كلهم سوا. هنعمل 1 2 3 4 5 6، وفي الفراغ اللي بعده هعمل غرزة حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 واخد لفة، هسيب الفراغ العمود الاولاني فوق ال5 اعمدة اللي في النص، هعمل اجمعهم سوا واسيب العمود الاخراني، اخد لفة واطلع لفة قفلة قفلة واحدة، ادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة، خد لفة وادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة، لفة في العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة، لفة وادخل فوق العمود اللي بعده واقفل قفلة واحدة. معايا 5 حلقات على الإبرة، معايا 6 حلقات على الإبرة، اخدهم كلهم سوا واعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهكمل لغاية آخر السطر. هنكمل لغاية آخر السطر، آخر قوس في السطر مش هنعمله 6 سلسلة وهنقفل، هنعمل 1 2 سلسلة وهناخد لفة وهندخل فوق المجموعة دي، وهناخد لفة ونطلع ونعمل عمود عشان أبقى في نص الفراغ. هدخل كده واخد لفة وأعمل حشو عشان أبدأ السطر رقم 6. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده. هنا كده هعمل 1 2 3 4 5 6 7، هياخد لفة 2 3. في الحشو اللي هيقابلني ده هروح داخلة وعاملة عمود ب3 لفات، هقفل قفلة التانية التالتة واسيب اخر قفلة، تاني هاخد لفة 2 3 على الابر، هدخل في الحشو دي هاخد لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين لفة واطلع من حلقتين لفة واطلع من حلقتين، اخر حلقة هسيبها على الابرة، لفة 2 3 على الابر، هدخل في الحشو دي هاخد لفة واطلع لفة واطلع من حلقتين لفة واطلع من حلقتين لفة واطلع من حلقتين. معايا 4 حلقات على الإبرة، هاخدهم كلهم سوا. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة، وهعمل حشو
في الفراغ اللي بعده. هعمل 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده. 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده. ركزوا كده، احنا هنعمل كام قوس؟ تمام، 1، احنا عملنا كده 1 2، 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده. كده انا عاملة دي الزاوية، هيبدأ تبقى الزاوية، وعاملة 1 2 3 اقواس، وبعدين هعمل الزاوية التانية. اوكي، هعمل 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل لفة 2 3 على الإبرة، هدخل في غرزة الحشو اللي هتقابلني دي على طول، وهعمل عمود بتلات لفات، هقفلهم كلهم ما عدا آخر حلقة. هنعمل 3 حلقات على الإبرة، وادخل في الحشو دي، واخد لفة لفة، واطلع من 2 لفة، واطلع من 2 لفة، واطلع من 2، هسيب آخر حلقة، ولفة 2 3 على الإبرة، هدخل في غرزة الحشو دي، لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. معايا 4 حلقات على الإبرة، اخدهم كلهم سوا، وهعمل 1 2 3 4 5 6 7، وهقفل في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو. هكرر اللي انا عملته ده، هعمل 3 اقواس وبعدين زاوية. يعني كده انا عملت 3 اقواس، 1 2 3، وبعدين الزاوية، الزاوية والزاوية، 1 2 3 وبعدين الزاوية. هعمل هنا بقى قوس 2 3 وبعدين الزاوية، 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7، وحشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7، وحشو في الفراغ اللي بعده. كده انا معايا كام قوس؟ انا بعدل في النص، 1 2 3. خلاص بقى نبدأ نعمل الزاوية التالتة، 1 2 3 4 5 6 7، هاخد لفة 2 3، واعمل هنا هو ال3 أعمدة، كل عمود منهم ب3 لفات، ونقفلهم قفلة واحدة، ونكمل لغاية آخر السطر بنفس الطريقة. آخر السطر، بصي أنا هنا عملت الزاوية الأخيرة اللي هي رقم 4، وعملت قوس واحد بعديها، هعمل 1 2 3 سلسلة، وهاخد لفة، وهاجي في نهاية في القوس التاني ده. لو انت بتلخبطي علميها بستيتج ماركر علشان ما تلخبطيش. اول حشو احنا عملناها، وهاخد اعمل عمود عشان افضل جوه الفراغ. هاخد لفة، ادخل هنا جوه الفراغ ده، وهعمل غرزة حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، هعمل حشو، لا هعمل حشو في الفراغ اللي بعده، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة، وهعمل حشو في الفراغ اللي بعده. يبقى انا كده عملت كام قوس جداد اهو عشان ما تتلخبطوش، اهو القوس الجديدة فوق اهي، 1 2. اوكي، هنعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، هناخد لفة 2 3، وهنعمل في نفس القوس عمود ب3 لفات، ادي 1 2 3 كده، ومش هقفل اخر حلقة، هاخد لفة 2 3 في نفس القوس، هعمل عمود واقفل قفلة 2 3، واسيب اخر حلقة على الابرة، هعمل لفة 2 3،
واخد في نفس القوس، هقفل قفلة، 2 3 كده معايا 4 حلقات على الإبرة مش هاخدهم، هلف لفة 2 3 في القوس التاني في الفراغ التاني، هقفل اعمل عمود ب3 لفات، هقفل قفلة 2 3 واسيب اخر حلقة على الإبرة، اخد لفة 2 3 وادخل هنا اهو، واخد لفة في نفس القوس واعمل لفة 2 3 واسيب الأخيرة، اخد لفة 2 3 على الإبرة وادخل هنا اهو، واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. يبقى انا كده عملت هنا 5 سلسلة، وبعدين عملت 3 أعمدة في نفس الفراغ، كل عمود مكون من 3 لفات، وفي الفراغ اللي بعده عملت 3 أعمدة كل عمود مكون من 3 لفات. سبت آخر حلقات على الإبرة معايا 1 2 3 4 5 6 7 حلقات على الإبرة، خدهم خد لفة وخدهم كلهم سوا واقفل، هعمل 1 2 3 4 5 6 7، نركز في الحتة دي. دلوقتي انا عندي اعمدة من الناحية دي واعمدة من الناحية دي، اوكي، هدخل الابرة، شايفين 3 اعمدة اللي في الجنب الشمال، هدخل من تحت كده باينة، هدخل تحت التلات دول، بصي اهي من ورا في النص كده تحت الحلقات الثلاثة الاولانيين دول، هاخد لفة واخرج واطلعها من الحلقة دي عند القوس اللي انا هبتدي اشبك فيه، هعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، هدخل هنا اهو واعمل غرزة حشو، باينة، تاني هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7 8 سلسلة وحشو في الفراغ اللي بعده. كده انا عملت كام قوس؟ كده انا عملت الزاوية اهي، عملت قوس 2 3 4، قوس 2 3 4، اوكي. هنعمل بقى الزاوية التانية، ركزوا عشان هكملوا بعد كده، هنعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، اخد لفة 2 3 على الابرة، هدخل هنا اهو واعمل عمود ب3 لفات، هقفل قفلة 2 3 واسيب الاخيرة على الابرة، هلف لفة 2 3 على الابرة وادخل هنا اهو واخد لفة واطلع، لفة واقفل قفلة 2 3 واسيب الاخيرة على الابرة، هعمل لفة 2 3 على الابرة وادخل هنا اهو واخد لفة واطلع، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين، لفة واطلع من حلقتين. كده معايا انحيادي اللي هما 5 سلسلة و3 أعمدة، هناخد لفة 2 3 وفي الفراغ التاني هنعمل نفس الحوار، نقفل قفلة 2 3، ادي عمود، لفة 2 3 على الابرة، والعمود التاني ونقفله ونسيب اخر حلقة بس، 1 2 3 وتالت عمود هنا اهو، نقفل قفلة 2 3، معايا على الإبرة 2 4 6 7 حلقات، خدهم كلهم سوا، هنعمل 1 2 3 4 5 6 7، هعد هنا دول ال3 عواميد دول اللي هما الناحية الشمال، هدخل في السلاسل الحلقات دي كده، فهمنا؟ واسحب لفة واطلع من كل حاجة على الإبرة، معايا كده القوس التاني، هعمل 1 2 3 4 5 واعمل هنا اهو حشو في نفس الفراغ، وكده الزاوية التانية،
وبعدين هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 واعمل حشو في الفراغ اللي بعده. هنكرر نفس اللي انا عملته ده، هنعمل 1 2 3 4 اسمها ايه، 4 فستونات او 4 فراغات، وبعدين نعمل الزاوية اللي بعديها. اوكي، بعد ما نخلص هيبقى عندنا الوحدة دي. اوكي، هخلصها واوريها لكم هتقفلوا ازاي عشان نبدأ نشبكها. بعد ما عملت اخر زاوية، ركزي، هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 وهنقفل في الفراغ اللي بعده كده. انا عملت قوس، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، هو انا قلت هنا 7 8، هنقفل هنا اهو في اول حشو بغرزة مستركبة. انا كده عملت كام؟ 2 قوس، واقطع الخيط وبقى عندك وحدة. انا بحب اوي شغل الوحدات، بحس ان هو بيخلص بسرعة وتشوفي انتاج كده قدامك على طول. هو بياخد وقت، وبياخد وقت في التنظيف، واحساسك وانت بتقطع الخيط، في ناس كتير بتضايق من بتقطع الخيط، بس انا بحبه بحبه، بحس كده مش عارفه بحبه. هنعمل الوحده اللي بعديها وهنشبك في اخر كوز، يعني في اخر سطر. يعني هنعمل 6 سطور وفي السطر السابع هنبدا نشبك. دلوقتي انا عندي وحده، وادي التانيه مطلوب مني ان انا اعمل وحده، هعمل وحده واشبكها في الاتنين دول على طول. اوكي، وحده جديده هنشبك. هوريكم ازاي تشبكوا من الجنبين عشان في ناس بتقف عند النقطه دي، وازاي تشبكوا من 3 جوانب. اوكي، ده كده انا في السطر، هبدا السطر رقم 7. تمام، التشبيك هيبدا في رقم 7. انا دلوقتي عند نهايه السطر رقم 6، هعمل ادخل هنا واعمل حشو، هعمل 1 2 3 4 5 6 7 8، هعمل حشو في الفراغ اللي بعده، 1 2 3 4 5 6 7 8، واعمل حشو في الفراغ اللي بعده، هعمل 1 2 3 4 5، هاخد لفة 2 3، وهعمل اول بتلة من البتلات اللي عندي هنا، هعمل الزاوية دي. طب احنا عرفناها بقى خلاص اهي كده، انا عملت 3 عواميد هنا اهو، وركزوا معايا، هناخد 3 لفات وهنعمل 3 عواميد الناحية التانية. هنبدأ بقى نشبك من القوس، قفلة 2 3، تمام اهو كده. انا عملت ايه معايا؟ 7 حلقات على الابرة، خدهم كلهم سوا. المفروض ان انا بعمل 7 سلسلة هنا. اوكي، هعمل 1 2 3، في رقم 4 هجيب الوحدة التانية اللي هي خلصانة في ظهرها، ده وشها اهو من ظهرها، وهدخل في القوس ده في رابع سلسلة هنا، بدخل الخيط ورا الابره كده، وادخل دي هنا، واخد دي بسحبها من هنا كده، اخد 1 2 3 كمان، وبعدين هقفل القفله اللي هنا دي بغرزه منزلقه، وبعدين اعمل 1 2 3 4 5، وهقفل هنا اهو بغرزه حشو. معايا ولا سرحتوا مني؟ ايه، خلاص كده شبكنا اول واحده. هنبدا نشبك من الاقواس دي. اوكي، هنبدا نشبك هنا، هنعمل 1 2 3، وهاجي في القوس ده وهشبك كده واعمل حشو، وبعدين اعمل 1 2 3 واشبك هنا. احنا بنعمل 8 صح؟ يعني اشبك 4.
تمانية سلسلة. اخر واحدة دي تمانية سلسلة، يبقى هنعمل 1 2 3 4 وهنشبك بغرزة حشو، وهنعمل 1 2 3 4 وهنشبك في اللي في ايدي هنا بغرزة حشو، 1 2 3 4 هنشبك الناحية التانية بحشو، ونعمل 1 2 3 4 وهنشبك في اللي في ايدي بحشو، 1 2 3 4 وهنشبك الناحية التانية بحشو في القوس، 1 2 3 4 وهنشبك في القوس اللي في ايدي بحشو، 1 2 3 4 وهنشبك في اخر قوس هنا اهو بحشو، 1 2 3 4 وهنشبك في القوس اللي هنا ده بحشو اهي. انا شبكت الجنب ده، الجنب التاني هيتشبك هنا اوكي. هنشبكهم بقى ايه يعني، هعمل الزاويه دي وهشبكوا الاثنين دول سوا مع دي اوكي، عشان الناس اللي بتسال عن كذا اكتر من جنب. هعمل 1 2 3 4 5 لفه 2 3 وهعمل الزاويه اللي هنا عادي اوكي. هعمل التلاتة الناحية التانية، وأقفلهم كلهم سوا، وأعمل 1 2 3 وقبل ما أكمل بص، ممكن نعمل حاجة إن احنا ممكن أصلا نشبكها دي في دي، ايه رايكم؟ ممكن نشبك القوس الاصل الاخير ده في القوس الاخير ده، ممكن نسيبها كده اوكي. دلوقتي انا لو انا عايزه اشبك يعني هشبك جنب دي واشبك واحده ناحيه دي، مش واحده ناحيه دي يعني، دي هشبكها تحت هنا، هروح عامله ايه؟ هروح مشبكه دي في دي وماشي عدل، وبعدين اشبك دي في دي واكمل بقيه السطر، لكن انا دي هشبكها هنا فاشبكهم الاثنين سوا. انا دلوقتي عملت 3 سلسلة، الخيط ورا الابرة، هدخل في الغرزة رقم 4 هنا، واروح جايبة التانية في الغرزة رقم 4 هنا، واروح لفة سحبة الخيط منهم الاثنين واقفل كده، وهعمل 1 2 3 وهاخد دول اسحبهم من هنا واقفل كده، اعمل 1 2 3 4 5 واقفل هنا بغرزة حشو، وهوريكوا شكلها بقى عامل ازاي. اهي تمام، هنبدأ بقى نشبك الجنب ده زي الجنب ده بالظبط. هنعمل 1 2 3 4 وفي القوس المقابل ليها هنعمل غرزة حشو، هنعمل 1 2 3 4 وهنعمل في الزاوية القوس اللي عندي حشو، 1 2 3 4 في القوس التاني حشو، 1 2 3 4 في القوس اللي عندي حشو، 1 2 3 4 في القوس اللي بعديها حشو، 1 2 3 4 في القوس اللي عندي حشو، 1 2 3 4 وفي اخر قوس ورا حشو، 1 2 3 4 وهدخل في القوس الناحيتي حشو، وهعمل اخر زاوية، هعمل الزاوية عادي خالص، 1 2 3 4 5 وهكمل الزاوية
وعملت تلاتة ناحية تانية، وبعد كده هشبكهم كلهم سوا. كده اهو هاخدهم كلهم سوا وهعمل واحد اتنين تلاتة، وفي رقم في الرابعة اروح داخلة هنا اهو وسحبة سلسلة كده اهو، بعدين واحد اتنين تلاتة هقفلها هنا واقفلهم كلهم سوا بغرزة منزلقة، وبعدين اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة واشبك هنا اهو، وهكمل باقي الوحدة عادي. دي النتيجة بتاعتها اللي انا مشبكة تلات جوانب. اوكي، عايزة تشبكي من هنا يبقى عايزة تشبكي في الغرزة رقم تلاتة هنا وهنا، مش عايز تشبكي براحتك. اوكي، بالشكل ده هنبقى نعمل دي الناحية التانية، دي هتتشبك بنفس الطريقة اللي انا شبكت بيها دي، شبكها وارجع لكم. بعد ما شبكت الوحدة التانية شبك الوحدة نفس الطريقة من هنا ومن هنا. اوكي، ده بقى ممكن تعملي بيه مفرش سرير وتبطنيه، او تعملي بيه شال، او تعملي بيه مفرش عادي للسفرة او الطاولة. دلوقتي بقى هقول لك هتعرفي ازاي عدد المربعات، تعملي بنفس الطريقة هتعرفي ازاي عدد المربعات اللي انت محتاجاها عشان تحسبي يعني الشغل بتاعك هيبقى ازاي. قبل اي شيء هنقيس الوحدة الاساسية اللي هي من اول هنا كده لغاية هنا حوالي 18 سنتي، عشان بقى اعرف انا محتاجة لأي مشروع. طبعا كل واحد حسب ايده حسب شغله. اوكي، عشان اعرف الوحدة 18 عشان هي مربعة تبقى 18 في 18. سي انت عايزاها، عايزة مثلا شال عايزاها 50 سنتي. اوكي، بالتقريب مش بالظبط يعني. ففي الغالب لو عملنا ال 18 دي اربع مرات يبقى 18 في اربع وحدات، عشان بس نبقى فاهمين، هيبقى حوالي 72 سنتي، وده هيبقى كتير على الشال. فاحنا ممكن نعمل 3 وحدات بس، 3 شال 18 في 3 وحدات، احنا بنحسبها كده يعني. انا بوريكي الواحد بيفكر ازاي. تمام، 3 في 8 ب 24، و 3 في 1 ب 3، و 2 5 6 دي، يبقى 3 وحدات كفاية بالعرض. خلاص، يبقى كده هنخطط كده، ادي واحدة اتنين تلاتة. الطول بقى، الطول بيبقى حوالي مترين، حوالي مترين، يبقى وقلنا التلات وحدات عاملين حوالي 54 سنتي، بالتقريب كده هنضرب التلاتة في اربعة يبقى باتناشر وحدة، او ممكن تستخفي بحداشر وحدة بس. تمام، عشان نعمل العرض، العرض هيبقى 18 في قلنا كام، 11 وحدة مثلا يعني، علشان يطلع لنا الطول يعني. احنا دلوقتي قلنا الثلاث وحدات بيعملوا حوالي 54 وحدة، هيبقى حوالي 198 سنتي. يبقى هنعمل ثلاث وحدات عرض في 11 وحدة طول، يبقى انت محتاجة للشال كله هتروحي ضربة 3 في 11، 3 في 11 بيساوي 33 وحدة للشال. فهمنا كده بنحسبها ازاي، 33 وحدة للشال. لو انت هتعملي مفرش سرير هتروحي بقى طبعا حاسبة مترين في مترين، قلنا ال 11 وحدة مفرش سرير مثلا، او سفرة مفرش سرير مثلا 2 متر في 2 متر هيعمل معاكي كام بقى؟ قلنا 2 متر حوالي 11 وحدة، يبقى 11 وحدة في 11 وحدة 121 وحدة لمفرش السرير. تمام؟ فهمنا بنحسبها ازاي؟ بالنسبة بقى ان انت هتحتاجي خيط قد ايه؟ انا عاملة فيديو قبل كده بالتفصيل عن الموضوع ده،
هتوزني القطعة الواحدة، هتوزنيها تشوفيها كام، هتبقى وزن الوحدة في عدد الوحدات، هيطلع لك كام جرام خيط هنا حسب بقى وزنها بالنسبة لك قد ايه. يا رب اكون فدتكم وتكون سهلة عليكم. لايك وشير الفيديو، رأيك بيهمني جدا في التعليقات. استني لو انت عايزة الشال، في شال اللي انتوا كنتوا طلبتوه ده، لو انت هتعملي كله شال بالطريقه دي تمام، لكن في شال تاني انتوا طلبتوه اللي هو نفس الوحده دي وعامل كده، هتستنوا التكمله، يبقى هنعمل تكمله هنا وهنا. الفيديو الجاي هعمل لكم الشال الكامل اللي هو من هنا ومن هنا كامل، هو مثلث من قدام ومربع، مثلث من قدام لا مثلث من ورا ومربع من ومستطيل من قدام. لايك وشير الفيديو، هي رايكم بيهمني جدا، دعمكم فعلا بيفرق معايا عشان اقدر اكمل واقدر اعمل لكم حاجات انتم عايزينها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.